خلينا نروح للأرقام اللي حضرتك جايبها. بص بالنسبه لحراسه المرمى وكمان الهدافين. بص احنا بالنسبه للدوري، الدوري كان فيه مرحله اولى ومرحله ثانيه. المرحله الاولى لعبنا 8 مباريات. تمام. عصام الطيار نسبته في الثمان مباريات اللي هم بتوع المرحله الاولى دول 42% 0.9. دي نسبه عاليه. نسبه عاليه جدا. جدا. حميد نسبته 35.4%. تمام. طه 33.3. الثمان مباريات دول كان هم لعبوا قد بعض يا كابتن؟ عشان بس تبقى الاحصائيه. عشان بس نرد على قصه حميد. لان قال لك حميد ما بيلعبش وبتاع وكده. تمام. عملنا اجتماع انا وكابتن طارق مع الثلاث حراس قبل ما يحصل الماتشات، لان دي كان الماتشات دي اللي بتاهل 8 فوق و8 تحت. تمام. فاتفقنا وهم كانوا قاعدين ان احنا هنعمل نظام الدور كلهم هيلعبوا. يعني الثلاثه لعبوا زي بعض. نفس الوقت. نفس هايل. الوقت. هايل. الطيار اتشاط عليه 126 كوره، صد 54 كوره. ده المرحله الاولى. حميد صد عليه 65 كوره، صد 23. طه اتشاط عليه 93 كوره، صد 31 كوره. هايل. اجمالي 284 شوطه، صدوا 108 كوره. يعني انتوا بتحاسبوا على الصد ده؟ طبعا. تحاول عليك محاوله صديت كام؟ خلي بالك دي ثقافه اتحطت فيهم بقى. يجي يقول لي مثلا بين الشوطين انا صديت كام كوره، لان انا بكتب. ربيت فيهم الثقافه دي؟ لا على طول خلاص دلوقتي انا صديت كام كوره. ماليش دعوه بقى صعبه سهله بطردات. ماليش. زي ما احنا اتفقنا على التوقيتات. الله ينور عليك. وانا قعدت مع كابتن طارق، كنا مع الجهاز، قلت له يا كابتن طارق اي حاجه مستوى قليل الحراسه المرمى انا اللي مسؤول مسؤوليه شخصيه ليهم، هم ما لهمش علاقه، انا اللي متحمل المسؤوليه. يعني لو هم مستواهم وحش حاسبني انا، ما تحاسبهمش هم. عيني عليك. انا قال لي، حتى كابتن طارق قال لي دي شجاعه ادبيه منك. لا كابتن طارق عسل. راجل جامد. تمام. فدي المرحله الاولى. دي ارقام ثانيه بقى يا كابتن. دي المرحله الاولى. دخلنا على المرحله الثانيه. المرحله الثانيه دوري اللي هو 8 فوق. تمام. الثمانيه فوق اللي هم ايه على منافسه الليفلات اعلى على منافسه الدوري. المرحله الثانيه ليها حاجتين، دور اول ودور ثاني. تمام. الدور الاول لعبنا 7 ماتشات. السبع ماتشات في 60 دقيقه بكام؟ ب 420 دقيقة. تمام. خلي بالك حميد سافر المرحلة الأولى. حميد سافر. تمام. عصام الطيار لعب من ال 420 دقيقة لعب 240 دقيقة. ده تقريبا نص. صح؟ تمام. وعبد الرحمن طه لعب 180 دقيقة. تقريبا النص، 25 دقيقة وديت تمام، بقى 180 220. في بقى ال 60 دقيقة زيادة عصام لعبهم عن عبد الرحمن طه ماتش الجيش. عصام كان عامل بيك في ماتش الجيش. صد تقريبا 15 16 كان لازم يقعد، فكمل الماتش لغايه الاخر. ده الفرق بينه وبين عبد الرحمن حميد. الطيار لعب 60 دقيقه زياده. ماتش واحد. تقريبا ماتش واحد. تمام. روتيشن. تمام. الماتشات كلها. نسبته كام بقى؟ نسبته 93.2. 3 وكام؟ سوري 39.2. برضو دي نسبه عاليه. تمام. عبد الرحمن طه ده خلي بالك الدور اللي هو السبعه الكبار بقى والثمانيه الكبار. سبع ماتشات اللي هو الدور الاولاني. طه نسبته 31.4، نسبه عاليه بالنسبه للوقت اللي لعبه عبد الرحمن طه. النسبه العالميه عشان الناس بقى تبقى فاهمه، النسبه العالميه متوسطها كام؟ احنا بنتكلم ارقام التوب. من 28 من 28 29 لغايه 42 43. يعني انت محقق الرقم العالمي الستاندرد العالمي. هم المفروض هم عارفين ان هم ما ينزلوش عن 30% باي حال من الاحوال، وفعلا هم ما نزلوش عن 30%. وفي البدايه يمكن الطيار في الراوند الاولاني عدى 42 عدى وصل للاعلى. يعني اوريدي بيجيبوا الارقام دي. فهو انا بقول لك يعني مثلا سي مثلا بالدقايق انا عاملها لك بالدقايق. وانا لغه الارقام لا تكذب. بالظبط كده الارقام. يعني اقول لك بقى اصلهم احسن اجوان، لا احنا خلينا نتكلم بالارقام. فهم الطيار زي قلت لك لعب 240 دقيقه، طه لعب 180 دقيقه. الطيار السبع ماتشات بتوع الدور الاولاني 39.2 وطه 31.4. لو جمعتهم دول هيطلعوا كام؟ هيطلعوا 70%. اوكي. اجمالي بقى اللي شوت 148 تصويبه، ده السبع ماتشات. صد 58، ده عصام الطيار. عبد الرحمن طه 102 تصويبه، صد 32. هايل. ارقام يعني. لا بصراحه ارقام عاليه جدا.